friends unit 2 we sometimes play volleyball listen and read layla karim can run very fast samira yes karim is good at running what's your favorite favorite sport ليلى my favorite sport is volleyball سميرة we sometimes play volleyballs volleyball let's go let's go to the sports center on Saturday okay هسا انا بدي اشرح لكم شو اللي قريناه هذه هذه الجملة هنا بهذه الجملة الأولى لما صارت تقول ليلها كريم كان يران فيري فاست يعني very فاست يعني سريع جدا <applause> وصارت تقول له سميرة يس كريم از جود جيد مع في في الركض انه نعم. شاطر بالركض نعم اها واتس يور sport؟ سبورت يعني ما هو الـ رياضة الرياضة المفضلة لك ممتاز شو سألت جاوبتها؟ سألته الجواب جاوبتها ليلى ماي فيفورت الاشي المفضل السبور الرياضة تبعيتي هي الفولي بول وهي كرة الطائرة كرة الطائرة يا ريت بتشوفيها بهذه الصورة نعم هو عنوان الدرس وي سام تايمز بلاي فولي بول أحيانا بنلعب الفولي بول الفولي بول تعني كرة الطائرة الكرة الطائرة وهي بهذه الصورة نعم بعدين شو حكت لها سميرة We sometimes Sometimes أحيانا We sometimes play Play volleyball Let's Go to the sports center On Saturday <applause> يعني خلينا نروح على Sports center Sports center معناها المركز الرياضي نعم. خلينا نروح على مركز الرياضة متى؟ يوم؟ Yom is Saturday. Yom is Sept. Very good. Now second picture. Samira, this is fun. هذا شيء مضحك. لا. I... يعني كتير مبسوطين هنا. Mm. Like... fun, k t مبسوطين I like playing volleyball. Layla, you you you're good at playing volleyball too. <applause> يعني هون الشرح انت... uh -huh. إنه هم مبسوطين وبيحبوا لعب الفولي بول uh -huh. وكرة الطائرة و... وصاروا يقولوا لبعض إنت جود بلعب الفولي بول تو uh -huh. Very good إذا خلينا نشوف هذا الترم يور جود آت ممكن تشرح لنا إياه يور جود آت بلاينج يور جود آت بلاينج يور جود يعني انت رائع جدا أه. بال... باللعب الفولي أه. بول يعني انت جيد جود انت جيد في لا. لعب كرة الطائرة طيب الجود دائما بيجي وراها ات وساعتها لما نقول جود ات او باد ات بيجي وراها الفعل وراها اي ان جي يعني ممكن احكي ام جود ات سويمينج ات رانينج at uh, catching the ball هيك hey, alright؟ yes إذا هاي قاعدة حلو الواحد يعرفها ونيجي الآن ل the third picture كريم can you play can hand, you again can you play uh, handball mm -hmm. علي؟ no I cannot but I can play table tennis كريم: I am not very good at playing table tennis. I sometimes play table tennis with Samira. She always wins. اها uh -huh, very good. اوكي okay, هسه هونا صار يقول كريم uh, بتقدر تلعب معي handball؟ uh, صار يقول علي uh, ما بقدر لأ. بس بقدر العب معك تيبل تنس اللي هي تنس الطاوله هاي نعم. لعبه ثانيه اسمها تنس الطاوله وهي الموجوده في هذه الصوره هاي اسمها تنس الطاوله تيبل تنس اورايت اها اوكي ولما قال طبعا آه. هاي هي الهاند بول هاي الهاند بول يعني كره اليد رايت right. هاي معناها كره اليد نعم اه كريم صار يقول أنا مش كثير شاطر بلعب التنس تنس بس بس أنا أحيانا بلعب مع سميرة وهي دايما بتفوز علي آه يعني مش شرط نحنا أي رياضة بنلعبها بنكون نحن بنفضلها يعني هو بحكي لها إنه بحكي له إنه أنا بلعب هالرياضة نعم بس it's not my favorite one okay, the third and the fourth picture آه كريم We are all good at playing table tennis today. اها آه إذا هون عم بلعب يعني هون بيجي هم بيقولوا إنه إحنا كلنا شاطرين بلعب, بلعب التابل تنس اللي تنس الطاولة اليوم. Very good ممتاز. إذا هون بس بدنا نحكي يا سيف شوي عن العنوان تركيبة العنوان. بنتذكر اخذنا زمان في الصفوف السابقة إنه في عنا adverb اسمه sometimes. وفي زي نيفر وايفر وهاي الادفربس كلها اسمها uh, adverbs of frequency الظروف هلا هاي الظروف بتيجي دائما بعد ولا قبل الفعل uh, uh, قبل الفعل يس yes. اذا بصير نحكي we بلاي فولي بول سام تايمز نو اذا دائما بنحط وي sometimes بعدين بنحط الفعل ذا verb بلاي بعدين التكمله All right, lesson number two listen, choose listen, choose, and, and say, say. هسه الماما راح تحكي لي وانا راح تحكي لي اي سبورت من هذول وانا باجي بنقي عليهن. Very good. هلا انا يا سيف هي باعتبار هو listening exercise نحن عنا الجمل الخاصة بال وبناء عليه راح نحدد اي صورة. سيف راح يحدد لي الصورة اللي انا بحكيها. Okay, what sport بالبداية خلينا نحن نقرأ أو نعرف شو هن The sports موجودين. what sport is this yesf? this uh, table tennis. this is a table, table tennis. tennis. alright this one? Uh, it's a sailing. sailing, sailing, sailing. معناها الإبحار. الإبحار. إذا هاي كلمة sail هنا sail معناها يبحر الإبحار. هاي تعتبر رياضة. هنا هذه تعتبر uh, handball. handball اللي هي كرة اليد. نعم. أكيد هاي. swimming. swimming. وهنا. Uh, Volley, volleyball, volleyball. On anwan, on. On yeah. anwan, swimming? All right, Yasser. Uh where is swimming? Swimming, here. Very good. Where is the sailing sport? Sailing, this. Uh -huh. Where's the volleyball? Volleyball, um, this. Very good. Where's the table tennis? Table tennis here here and the last one handball in here very good it's nice to see these different kinds of sports but let's go to the to this student what does she say he sometimes plays table tennis yeah very good another uh, example. he sometimes play hand uh, ball Correct it again. He sometimes plays plays. Very good. We should put S yes. to the verb. Yes. إذاً لازم نحط S to the verb. ليه؟ لأنه في عنا الضمير هو هي. Yes. إذا لما يكون عنا الضمير هي أو شي أو it فقط هدول الثلاثة دائما بياخدوا على الفعل إس. هاي القاعدة جوهرية في اللغة الإنجليزية. إذاً هي شي بياخدوا s إس على الverb. إذن she sometimes plays handball. yes. alright هيك. نيجي الآن لتمرين الثالث. read. تمارين تاني. ask and answer. do you like playing table tennis? yes, I do. I'm good at playing table tennis. very good اذا بدك تسال واحد بتقول له انت بتحب او انت شاطر في لعب الفوتبول او في لعب التيبل تنس بتقول له دو يو لايك دو يو لايك هل تحب هل تحب اللعب في التيبل تنس؟ الو يس اي دو نعم اه نعم انا بدي I am شاطر ب playing table tennis. Yes. إذا نحن نتذكر حكينا عنها. I'm good at. ونحط هنا I N G. Yes. Very good. أعطيني مثال تاني سيف. مثال تاني. رح أنا مثال مثلا من هذول الكلمات اللي هنا ورح أختار سيل. Mm -hmm. uh, do you like playing سيل سيلينج هلا هو اللي يفضل انه نحن نحكي Do you like sailing؟ سيلينج لانه بس. لانه بعد ال دو يو لايك بنحط اي ان جي فيري جود اذا بعد ال وكمان وكمان I بعد ال ات وبعد الات فيري جود طيب شو بده الجواب اذا do you like sailing؟ Uh, yes I I do I'm good at playing no, at sailing. At as sailing. فعلنا هون sailing بدنا نحط هون sailing. زي sailing. Sailing. Mm -hmm. sailing. sailing, Is Isana again read it all. Yes. Yes I do. I'm good at sailing. Sailing, very good. Okay. Now let's turn the page to Uh, read and ten. answer read and answer اذا في عنا فقرة وفي عنا الأسئلة هون هي هذه الفقرة let's read يا سيف this is king عبدالله stadium in Amman. Okay many people um, many people come here to watch football matches my dad sometimes takes me to the stadium like i like watching football matches twenty two people play football in a match I like playing football. I always play football on Saturday. Our football team sometimes wins. Samira can't play football. She sometimes plays table tennis. Karim. Okay, who is uh, the writer? Uh, Karim. Karim is on. What is he talking about? عن uh, الرياضة، football والماتشز الرياضيات المختلفة في... Uh, كينج عبدالله سادي... ستاديوم. Alright. أول أوكي okay. إذاً آه, خلينا نشرح بشكل سريع هذه الفقرة. إذاً شو يعني ستاديوم؟ ستاديوم يعني استاد. استاد الملك عبدالله الموجود في عمان وهي الملاعب. نعم. ملاعب الملك عبدالله الموجودة في عمان. Alright. إذن إذاً هو موجود هناك many people come here. ليه بيجوا الناس؟ للاستاديوم معروف للعب بال... بالرياضيات بالرياضات سيف اسمها رياضيات رياضات رياضات إذا many people كم هير مش يلعبوا ما بيلعبوا الناس بس يروحوا هناك ماني people كم there ليش؟ ليش بتروح الناس هناك عشان تشاهد المباريات نعم إذا to تشاهد. watch إذا لماذا تذهب؟ to, to watch. watch the matches مباريات كرة القدم does he go alone? نو no. بيروح ألون لحاله نو هي جوز وذ هيز داد اذا بيروح مع ابوه احيانا طبعا أه بحب هو انه يشاهد مباريات كره القدم اي لايك like. احب كم عدد الناس اللي بيلعبوا فوتبول في المباراه 22 It's 22 بيبل بلاي فوتبول داز كريم لايك بلاي فوتبول Yes. Yes, say أيوه حكى I like playing football. إذا لاحظنا مرة ثانية القاعدة حكيناها برضو إنه بعد اللايك like منحط ال verb وراها اي ان جي Very good. هلا هون I always I always play football on Saturday. هاي مدام هالشغلة عادة بتصير كل يوم سبت عم بلعب كريم فوتبول معناها لما نيجي نحط هذا الادفرب هذا الظرف بنحط الفعل بالpresent simple ليش لانه هي عاده هابت بتصير كل يوم سبت فبالتالي رح نستخدم Present simple وزي ما حكينا دائما انه الاولويز adverb بيجي قبل الفعل Alright. رايت ذا تيم تيم معناها فريق فريق احيانا أحيانا يفوز أحيانا يفوز وسميرة وسميرة ما ب... ما بتلعب yes. الف... الطابة الفتبول. لكن بتلعب التيبل تنس Very good هلا question number one read and answer Okay what what sport do you people play at King Abdullah ع... Stadium mm -hmm. الفوتبول كما احنا قرأنا من هنا Very good إذا هون خلينا نكتب فوتبول بعديها رقم How اتنين. does كريم go, go to the stadium with, with his dad? dad. إذا لما نحكي هو شو يعني هو يا سيف؟ هو يعني من وات ماذا؟ آه إذا وات اللي فوق معناها ماذا؟ وهو هو يعني من هو من؟ how many؟ how many كم عدد؟ كم عدد وين؟ وين متى اكيد هدول بنتذكر زمان حكينا عنهم اللي هو دبليو اتش ووردز الكلمات اللي بتستخدم زي اسماء الاستفهام باللغه العربيه نعم alright ناو نمبر 3 داز كريم لايك watching فوتبول ماتشز يس طبعا احنا اول ما قرانا هون طلع انه هو بحب الفوتبول وبشوفها سي يس فور How many people play in football match? خلينا نلاقيها من هون وطلعت 22 people play football. أكسنتس. طلعنا الجواب. Excellent. In five, when does karim play football? Mm -hmm. أول ما قرينا طلع إنه هو in Saturday. On Saturday, very okay. good. اوكي. Six, كان سميرة play football. طبعاً إحنا هون طلعت إنه هي cannot play football بس تلعب التابل التينيس very good يعني الجواب ب6 no she cannot no she can't very good now in number 5 في عنا listening exercise listen and say mm -hmm. uh, منركز على الكلمات Thursday th Thursday حرف <laughs> الثة alright on these, this 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 uh -huh. and that Very good. That. اه إذا okay. أوكي آه يعني مش كل تي اتش يا سيف معناها ذا يس yes. هونا شو بتحس زي باللغة العربية زي شو صوت شو؟ ذا uh, لا ث ث uh, زي الثال باللغة العربية ثا Thursday. Thursday This one? إذ زي الإذ احنا بنكتبها هون باللغة العربية no, no, بس this. عشان تشوفوا الفرق بيناتهم نفس الشيء هون برضه زي الذا نعم no. All right. Number six. Look and say. خل طبعا يا زملائنا هنا ننصحكم إنه تكتبوهن بالكلمات وس رح نقرأ لكم ياهم رح نبلش twenty two, twenty three, twenty four, twenty five, twenty six, twenty seven, twenty eight. 29 بنصحكم يا زملائي انه تقراوهن وتعرفوا تعرفوهن ويعرفوا كيف يقراوهم ويكتبوهم ان لسن 7 انا مش راح اغنيهن بس انا راح اقرا لكم اياها ار Do you like table tennis? Can you ride a bike mm -hmm. bike and skate? Mm -hmm. uh, are you good at uh, handball? What sport do you play? Do you like volleyball? Uh, tell me what you say. Are you good at swimming? What sport do you do? You do? Do you like football? I like this sport too. And bye.